السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On your behalf, inshallah, if you allow me, inshallah, I welcome our imams, inshallah, come to visit us and to be part of our team of leading Taraweeh prayer, inshallah. يعني نيابة عنكم إن شاء الله اسمحوا لي أن أرحب بالأئمة الزوار الذين إن شاء الله يشاركون في إمامة صلاة التراويح في هذا الشهر المبارك. وأعرف بهم إن شاء الله طبعا الشيخ رمضان بلال. يعني تعرفوه من العام الماضي، you know شيخ رمضان from last year. He was part of the تراويح team ما شاء الله. الشيخ جمال البطيسي من ليبيا. He's coming to this masjid for the first time, but he came twice to his Taraweeh in Masjid al-Jabal, the mountain masjid before. Yes. And he's been coming to Canada to his Taraweeh almost every year since in Saskatchewan. Yes. And Sheikh Abdulillah, mashallah, from Maghrib, from Morocco, is also coming to his Taraweeh prayer mainly in the mountain masjid. But inshallah, we will try to get him at least for a couple of nights to lead with us with the permission of Sheikh Sayyid, inshallah. I will inshallah talk to Sheikh Sayyid and ask him to allow Sheikh Abdulillah to also come and take part. Sheikh Ramadan, as you know, he knows many qira'at, many narrations. But he mainly leads with Hafs and Asr, with the narration of Hafs and Asr. Sheikh Ramadan, يعني عنده qira'at كثيرة. ولكنه يعني يقوم بقراءة حفص عن عاصم. شيخ جمال يقوم برواية قالون عن نافع، والشيخ عبد الإله يقوم بقراءة قرش عن نافع. فإن شاء الله سنستمع بإذن الله تعالى إلى القرآن العظيم يقرأ بثلاث روايات. إن شاء الله هذا من فضل الله علينا ومن بركة الله علينا سبحانه وتعالى أن جمعنا بهؤلاء الأئمة الكرام. فأسأل الشيخ عبد الله يتقدم هنا إن شاء الله، والشيخ رمضان يتقدم هنا إن شاء الله، وإن شاء الله ربما كل واحد فيهم إن شاء الله يقرأ لنا يعني آيات مباركات من القرآن الكريم. نستمع للقرآن بإذن الله تعالى مع بعض. تفضل شيخ.
الله
يفرحون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت
فأقررت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين جزاكم الله خيرا وجعل هذه التلاوات والبركات في ميزان حسناتكم يوم القيامة جزاكم الله خيرا وخير الله أنفاسكم جميعا نحن سعداء جدا بحضور الأئمة معنا إن شاء الله طيلة هذا الشهر المبارك وأرجو إن شاء الله من الجميع أن يحيي أئمتنا إن شاء الله فضل جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على السلامة. 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 الحمد لله
السلام عليكم. الله.